لما كان يلبسنه نساؤنا في القرى المهجرة يعدنا النساء تطريزه وإنشاؤه وبيعه لمن يرغب وأيضا في مراكز الطفولة يكون ذلك من خلال المخيمات الصيفية التي تقوم سنوياً بعملها لمده شهر كامل، ومن خلال هذا الموضوع يقوموا بعمل جولات ورحلات الى ما يستطيعوا الى قرى مهجره في هذا الجانب. نعم. واريد ان استذكر في هذا الامر في بدايه الثمانينات حينما طفرت انشاء المجموعات الكشفيه في في فلسطين واصبح في كل مخيم وفي كل قريه وفي كل مدينه مجموعات كشفيه بدأ الاتحاد الكشفي في حينه بعمل برنامج تعرف على بلدك هذا البرنامج يعني لاقى نجاحا كبيرا لدى المجموعات الكشفيه من خلال الرحلات الخلويه وكانت هذه الرحلات الى القرى المهجره وعمل ومبيت في هذه نعم. القرى وبدأ الاحتلال بالتنكيل ومنع إعطاء التصريح نعم. للتواجد في هذه القرى. إذن هذا يقودنا يعني منذ ذلك تلك الفترة ونحن نعم. لم ننسى نعم. أن نضع في أذهان أطفالنا عودتهم إلى قرى. نعم. هذا يقودنا إلى جانب معين حضرتك تعرف أن موضوع اللاجئين وموضوع القدس. في اتفاقيات اوسلو كان من قضايا المرحله النهائيه. وراينا ما الذي يجري في القدس، وراينا ايضا فيما يتعلق باللاجئين ان الاحتلال يحاول من خلال ممارساته اليوميه وما يفعله في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه انه الان الناس تفكر يعني كيف الناس الموجودين الان يفكروا كيف يمشوا امورهم، وبالتالي قضيه اللاجئين هذه يعني قضيه ما هيش اولويه. هل ترى أن هذا يا الذي يا يجري الآن يجعل من ملف اللاجئين على سبيل المثال كما كنا قبل شوي نتكلم على موضوع القدس مش ملفات يعني مرحلة نهائية هي ملفات مرحلة قائمة. يعني نحن اللاجئين واعتبر نفسي يعني اذا اتيح لي او اجيز لي انا اتحدث باسم جموع اللاجئين وكما قلت في البدايه ان حق العوده هو حق فردي وجماعي ولا احد يستطيع ان يلغي منا هذا الحق سواء كان باتفاقات سياسيه باتفاق اوسلو او من خلال اتفاقيات فرديه و فوق الطاوله او من تحت الطاوله، لا احد يلغي حقنا، نحن كلاجئين ما لنا وما للسياسيين، نحن هجرنا من اراضينا، لا احد يمنعنا او احد يفرض علي انا كلاجئ من قريه بيت نتيف ان انسى هذه القريه التي طرد الاحتلال والدي وجدي واعمامي من هذه القريه وجميع افراد هذه البلدة لا أحد يستطيع أن أو يتجرأ أن يفرض علي أن أنسى هذا هذا الحق أو أن أنسى قريتي وأريد هنا أن أستذكر حادثة حصلت من خلال وزارة الخارجية الأمريكية وهذا كان قبل أكثر من عشر سنوات حينما أتى موظف من السفارة الأمريكية يريد أن يطرح علينا نحن في مخيم شعفاط وهو البداية عن الحق وممارسة الحق ويريد أن يقنعنا بأن لكم حق ولكن كيف نمارس هذا الحق وهنا يعني بدأت عدة مداولات في هذا الموضوع كان آخرها بأنني قد قمت بأخذ هاتف موظفة في السفارة الأمريكية موجود على طاولتها ووضعته في جيبي, في جيبي فبدأت تطالب في هذا الهاتف، وفي النهايه رفضت اعطيها اياه، وفي حتى ابكت، انزلت الدموع على الهاتف، وبعدها قمت بتسليمها الهاتف وقلت لها: هذا هاتفك ولكن هو حقي. انتم تساوموننا على لا وطن نعم وتبكينا على هاتف. لا هذا لا هو الفرق بيني وبيننا كشعب فلسطيني وبينهم، نحن مستمرون. في ان نؤكد اننا اصحاب هذه القرى المهجره اصحاب هذا الحق ولن نتنازل عن هذا الحق من خلال انا اقول لك اننا في كل عام ابناء قريه بيت نتيف ناخذ جميع افراد لاننا نحمل الهويه المقدسيه ونسكن في مدينه القدس ونستطيع التجول ناخذ كل افراد العائله الى قريه بيت نتيف اطفالا حتى من عمر سنتين ناخذهم الى هذه القريه ونتجول نعم. في في البلده المهجره ونقول لهم هنا المسجد، هنا المدرسه، هنا بيت جدي، هنا الشجره، هنا كان يجلس والدي. نعم. هذا نحن في في مخيم شعفاط سواء نحن في بيت نتيف او من ابناء قرى العباسيه او ابناء قريه بيت نتيف او ابناء يالو، كل ابناء القرى يتوجهون نعم. نعم. الى قراهم في ذكرى احتلال القرية يتوجهون إلى القرية نعم لتذكير أبنائنا ولترسيخ حق العودة في أذهان أبنائنا بأن نعم هذه القرية لنا وستبقى لنا. الشيء الغريب أستاذ خضر إنه هم تحت إدعاء يعني من آلاف السنين أنهم كانوا على هذه الأرض في حق عودة لكن الناس أهل الأرض اللي هم عليها ما عندهم حق عودة. يعني هذه المفارقة العجيبة وفي المقابل أيضا من وقت لآخر تظل تجي أفكار من الجانب الإسرائيلي بأنه فكرة الوطن البديل من الوقت لآخر بمعنى أنه هالناس الموجودين يبقوا أينما هم ولا يأخذون في الاعتبار ما يشاهدونه على أرض فلسطين نفسها ففي هذه المعادلة يعني كيف يمكن أن يتشكل خطاب متجدد في هذه المسألة حتى لا يظل حديث كلمة اللاجئين والذين لجأوا منذ عام 48 كأنك تتكلم عن بعد قديم حيوية هذه القضية كجزء من النضال الفلسطيني إلى أي درجة يمكن أن تكون يعني ذات نهج متفق عليه يعني هم يستطيعوا ان يقولوا ما يشاؤون هم يستطيعوا ان يقول بيت نتيف هي باسم عبري ما يشاؤون هم يستطيعوا ان يقولوا حيفا باسم مغاير هم يستطيعوا ان يسموا يافا باسم مغاير ويستطيعوا ان ياتوا باسماء ما انزل الله بها من سلطان ويقولوا انها هنا يستطيعوا هم يقولون ان المسجد الاقصى لهم هو هيكلهم نعم. المزعوم في المسجد الاقصى ومستمره الوصايه الهاشميه على المسجد الاقصى ومستمره من خلال جلاله الملك ان المسجد الاقصى هو المية وأربعة 144 هو ملك خالص فقط للمسلمين ولم تتنازل المملكه الاردنيه الهاشميه عن وصايتها للمسجد الاقصى. المملكة لم تتنازل نحن نتنازل عن قرانا ونقول ونستسلم للخداع الإسرائيلي بأن هذه القرى هي حق عودتهم لهذه القرى نحن أباؤنا وأجدادنا من آلاف السنين موجودون في هذه القرى وحقنا في هذه القرى هم يستطيعون ما يقولون ونحن نقول بالحق هذا حقنا هم يستخدمون منطق القوة ومنطق اعلامهم القوي، ومنطق الدعايه، ومنطق وقوف الاداره الامريكيه الى جانبهم، ونحن الحق الى جانبنا. نعم. ولن نتنازل عن هذا نعم الحق، بكل اموالهم، بكل عسكرهم، بكل اجهزتهم الامنيه، بكل مخابراتهم، لن يسقطوا من اذهاننا حق عودتنا الى نعم قرانا التي هجرنا منها. انا بدي اشكرك. نعم, نعم. اليوم غدا. نعم. انا بدي اشكرك شكرا جزيلا اولا. على هالروح اللي بتتمتع فيها على هذه الحيوية على هذه النشاطات التي تقومون بها و بدون أدنى شك هي حالة من حالات النضال التي تستحق الاحترام والتقدير شكرا لك مرة أخرى السيد خضر الدبس الناشط المجتمعي بارك الله فيك وشكرا مرة أخرى